نبيع في السلطة. وتحت هذه خطيتك تشركاني وهذا ها. يعود عيد الطفولة هذه السنة على ولاية سطيف، وحال بعض أطفالها تشهد عليها أزقة الشوارع وحواف الأرصفة، وهم يرجون رغيف عيش في مجتمع أجبر على لفظ صغاره إلى شاطئ العمل بمجرد وضعهم لحقيبة الدراسة لإعالة ذويهم. يا زوالي يا ولاد زوالي، يلا غالب كل ما يديش لبوي يعاون، وعد بوي وعمه وعد يدو مقصوصة قاصر ما يجيش هنا. احنا كنا صغار في زدنا، كنا قدام في زدنا، في زدنا السوق هذا. نتمنى احنا اخويا اللي جان هذو صغار الاولاد هذو يديروا لهم، ديروا لهم توفر، يديروا لهم ملاعب ينظموهم. مجتمع صعيب تخليه هكذاك وحده كما نقولوا احنا في الشارع، والله ممكن يغلب امه في الدار ما تقدرلوش، يغفلها ويخرج، وقت صعيب. سي بور سا اللي جبته معايا وقدامي هنايا نشوف فيه نرزق فيه. هذاك الانسان لازم يحرص اكثر على ولاده، يخاف من المجتمع، لازم وين يروح يراقبهم، مش يعني نقصدو غير من المجتمع، حتى من الانترنت من كلش. خلص القرايه يجي يبيع الساكيت، واش الذنب تاعو طفل هنا؟ شكون المسؤول؟ من المفروض، من المفروض هنا كاينه الدوله، كاينه جهات مختصه تتدخل سريعا. كما تتحول براءة الأطفال في بعض الأحيان من الظروف القاهرة إلى سلوك عدواني يترجمه بمنطق الصراع من أجل البقاء. تلقاهم هذه الكارطابل تاعهم يبيعوا لي بافيت، يبيعوا شمينغوم، سورتو فورسي 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 بزاف. نورمالمون هذو تلقاهم في المدرسة في ليكول يقراوا مية. أنا نتسائل للأولياء أول الدور تاعهم، دورة الأولياء. ثانيا المجتمع ما صرتو كيودو صغار هكذاك تلقاهم بزاف يتهاوشوا مع بعضهم، وكيما تشريش يفورسيك كراف قدر حتى يتهاوشوا. خطرة صارت لي أنا ثانية ما حبيتش نشري من عنده، قدر جا حتى راح يضرب ولا تلقى الناس تليفون ديب. أنا ما كنتش ناوي ندير روحي، أنا كنت ناوي نعيش خويا عيشة تاع عبد جونسي، بنادم كلاس، بنادم يلبس يعيش يدير الريحه، يدير هكذا يدير شي. الله غالب نكسبت نيسر لنا هكذا. راني نبيع البافيت وراني نبيع في العلك ونخدم على الدار، وهذه هي برك راني نخدم على الدار. انا نعاون في الشيخ زويلي وما عندناش سما، احنا في عائله في ثمانيه تاع في ثمانيه خي خاوتنا، وهذه هي خاوتنا. سما الواحد يصبر يعيش حياه مليحه. إلى حين يستدرك المجتمع في عيد أطفاله بين من هو في حضن الدار وانتشال من سقط من غصن الأشجار، سيظل الطفل فينا يطارد كل ابتسامة ترسم على وجه من أدار ظهره إلى أبد الدهر.